السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرف العرب في الجاهلية عدة أنواع من الأنكحة، منها ما هو باطل ومنها ما هو صحيح، منها ما لم يعد موجودا الآن، ومنها ما لا زال موجودا إلى وقتنا الحالي. وهذه الأنواع من الأنكحة معروفة ومشهورة ولها أحكام فقهية بينها الفقهاء في كتبهم ومدوناتهم، فما هي هذه الأنكحة؟ وما هي أحكامها؟ ولماذا حرم الإسلام الكثير منها؟ وهل ينتج عنها خطر ما على الفرد والمجتمع؟ تابعوا معنا أعزائي الكرام هذه الحلقة المثيرة، وهيا بنا لنتعرف على إجابة كل هذه التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة تشبع فضولنا للعلم والتعلم، راجين من المولى عز وجل أن تنال هذه الحلقة إعجابكم. لكن قبل التعرف على كل التفاصيل، رجاء اشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس واضغطوا على زر لايك لنعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. أنواع النكاح قبل الإسلام. الاستبضاع، وهو أن يرسل الرجل زوجته لتحمل من رجل آخر، ويحدث إذا كان هذا الرجل عقيما أو أن يكون الرجل الآخر ذو حسب ونسب في قومه. المضامضة، وهو أن تذهب النساء المتزوجات الفقيرات إلى رجال أغنياء بعد أن تغتني تعود إلى زوجها. البغاء، وهو أن يمارس الرجل الجنس مع امرأة مقابل أجر متفق عليه. قد استمر هذا النمط من الزواج حتى حرمه الله بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الزنا، وهو أن يمارس الرجل الجنس مع امرأة مجانا بلا مقابل. قد استمر هذا النمط من الزواج حتى حرمه الله بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. السبي، وهو أن يقوم مجموعة من الرجال بغزو قبيلة أخرى وأخذ نسائها عنوة تحت تهديد السلاح، ثم يتقاسمون السبايا، فمن وقعت في سهمه امرأة يأخذها ويستمتع بها دون زواج. المتعة، وهو زواج محدد بمدة زمنية معينة ينتهي عندها ذلك الزواج، وهو عكس الزواج الحقيقي الذي من شروطه نية التأبيد، وهو أن يدوم الزواج إلى موت أحد الطرفين. وهذا الزواج للأسف الشديد لا زال منتشرا في مجموعة من البلدان العربية، وخاصة لدى معتنقي المذهب الشيعي. المخادنة، أو نكاح الرهط، وهو معاشرة مجموعة من الرجال لامرأة واحدة، وكان يحدث عادة بين الإخوة. وفي هذا النكاح يدخل على امرأة واحدة عدة رجال،
فيضاجعها كل منهم، وإن حملت ووضعت مولودها ترسل في طلبهم جميعا وتسمي مولودها باسم من ترغب منهم، ولا يمكن لأي رجل اعتراض على ذلك. الطيزان، ويسمى أيضا نكاح المخت، وهو إذا مات الأب يحق للابن الأكبر أن يتزوج بزوجة أبيه كجزء من ميراثه، ويسري ذلك أيضا على زوجة الأخ، وتصبح المرأة جزءا من التركة، ولذلك يسمى هذا الزواج أيضا زواج الميراث. وهذا الزواج يتم دون دفع مهر، وإذا لم يكن للرجل الميت ابن أو أخ ورث امرأته أقرب الرجال إليه من القبيلة. وقد استمر هذا النمط من الزواج حتى حرمه الله بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل ويزوجه هو الآخر ابنته أو أخته، وليس هناك مهر يعطى للبنت أو الأخت. البدل، وهو أن يقول الرجل الآخر: بادلني بمرأتك أبادلك بمرأتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الأنكحة حرمها الإسلام ليلحق المرأة من هذه الأنكحة الفاسدة. ثم يقول بعض الناس: هداهم الله في هذا الزمان، الإسلام ظلم المرأة. لا والله قد كذبتم، فإن الإسلام قد أعز المرأة أيما عزة وأيما رفعة، وعظم شأنها أيما تعظيم، فالحمد لله على نعمة الإسلام. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ونرجو من الله تعالى أن يكون هذا الموضوع قد نال إعجابكم. رجاء لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا لمتابعة كل جديد، فذلك محفز لنا على الاستمرار في نشر المزيد بإذن الله. كما لا تنسوا أيضا التعليق ومشاركة هذا الفيديو مع من تظنون أنه سيفيده. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله.